بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ساعة عصاري. يعني أكيد في ظل الفترة الصعبة اللي لسه يعني موجودة ومستمرة على الأراضي الفلسطينية، يعني يمكن الحقيقة طبعا إنه العالم كله في حالة وجع ما يتوصفش بأي كلمات. يمكن كمان كل ما بنلاقي يوم كده أو ليلة تلاقي إنه قالوا إن النت هيتقطع انلادي أو مش هيحصل، مش هيبقى فيه أي تواصل، تلاقي الناس كلها عمالة تقول يا جماعة محتاجين نكثف الدعاء. صحيح إحنا محتاجين نكثف الدعاء طول الوقت وطول يعني وكل لحظة بتعدي علينا، محتاجين جدا ان احنا ندعي لكل الناس هناك في فلسطين، لكل اخواتنا، لكل الناس اللي موجودين، لكل الشهداء يمكن اللي احنا شفناهم على المدار الايام اللي فاتت، يعني كل المشاهد الصعبة اللي مرت على كل الناس واللي شافتها وحست بحزن شديد جدا. كلنا نفسنا نطمن عليهم، على الناس اللي موجودة هناك واللي لسه بتتعرض للقصف في كل لحظة وفي كل وقت، ومش عارفة الضربة جاية امتى ولا في أنهي لحظة ولا جاية لمين، مين هيفقد مين، مين هيفضل موجود يكمل في المأساة اللي مستمرة وشغالة لحد دلوقتي ومش عارف حتى هتخلص امتى، ومين خلاص هنفقده ومش هيبقى موجود ومش هنعرف عنه حاجة تاني. يمكن ناس كتير زي ما حضراتكم عارفين ليهم أهالي موجودين هنا في مصر، أو موجودين من قبل كده، أو موجودين بالصدفة قبل اللي حصل ففضلوا موجودين، والناس تانية من أهاليهم مش عارفين يطمنوا عليهم أو مش عارفين يوصلوا لهم. فربنا يطمن قلوبهم يا رب، ويرحم الشهداء ويشفي جرحاهم. لكن كمان معانا على التليفون معانا شذا أبو ريا، هي فلسطينية مقيمة هنا في مصر. اهلا بيك يا شذا. اهلا بحضرتك يا استاذ عبير. يعني اكيد بعزيكي وبعزي نفسنا، بنعزي الشعب الفلسطيني كله في الشهداء، ومش بندعي لهم ربنا يشفي الجرح يا رب، ربنا يطمنا عليهم ويعني وربنا ينصرهم باذن الله. عايزاكي يعني تقولي لي تعرفي ايه او عارفه ايه عن اللي بيحصل عندهم دلوقتي. اول حاجه ربنا يا رب يرحمهم كلهم ويتقبلهم شهداء عنده. آمين ان شاء الله. يا رب امين. وكلمه عزاء لاهلنا كلنا اللي في فلسطين وللناس اللي انفقدت وراحت قليله. الوضع الحين في غزه او في المكان المتواجدين فيه اهلي بالتحديد اللي هو معسكر جباليا، اللي اصلا موجود في شمال غزه. طبعا احنا يمكن ما بنعرف نتواصل معهم زي الناس، ما بعرف احكي معهم. الكلام بيني انا وهم. مين من اهلك هناك؟ في عندي بابا وقرايبه يا حبيبتي. فحاجه صعبه ان انت تكوني مش عارفه توصلي او انت مستنيه خبر لعائلتك او اي حاجه تعرفيها عن طريق التلفزيون، يعني هذا هو اخر حاجه ممكن توصليها. ربنا يحفظهم جميعا يا رب، لكن انا عارفه ان الاحساس صعب يا رب. قولي لي يعني اخر مره كلمتي حد منهم كان امتى؟ كان قبل يومين تقريبا. والنت بيروح وبيرجع، وحتى لما بيروح وبيرجع الناس اصلا هناك مش لاقيين مكان يشحنوا تليفوناتهم فيه. هي إيه اصلا الكهرباء موجوده ولا ايه؟ الكهرباء اصلا موجوده؟ الكهرباء هناك لا مش موجوده، هم بيشحنوا عن طريق بطاريات السيارات، بطاريات العربيات. هي هاي الحاجه الوحيده اللي ممكن ان هم يشحنوا عن طريقها، او انه يعني على الاقل بس ان هي تشغل تليفوناتهم ويطمنوا الناس اللي برا عليهم. طب قولي لي يعني هم قاعدين فين دلوقتي؟ هم اهلي انا ما سابوا البيت، اهلي زي ما هم في مكانهم. ما رضوا يسيبوا البيت لانه الحجه المعتمده تبعت الاحتلال انه الناس تمشي تسيب من بيوتكم للجنوب. وفي حالهم طلعوا هم اذا ما انقصفوا في بيتهم او ما استشهدوا في بيتهم حيستشهدوا هم ماشيين على رجليهم. يا خبر. يعني هم قاعدين في البيت. ما رضوا يطلعوا يسيبوه. ما رضوش يطلعوا ويسيبوه وحواليهم الناس اللي حواليهم. حواليهم هي زي هنا في مصر بيسموها بلوكات سكنية. أيوة. نفس الحاجة هناك. مربعات بينقصف المربع عن بكرة أبيه. ممكن بالعيلة والعيلتين يتباد نسلهم أصلا،
يبطلوا موجودين على الوجود يا نهار بسبب أبيض. القصة. يعني خلاص العيلة الفلانية مثلا انتهت، أيوة ما بقيتش موجود منها حد خالص، كل اللي موجودين راحوا. بالضبط فمحدش عارف الدور جاي على مين. بالضبط، واحنا بنقعد على التلفزيون اللي هو كل يوم بس نسمع انه في قصف على شمال غزة وعلى معسكر جباليا، بنروح احنا نقعد ناحية التلفزيون نشوف بيتنا منهم، طب اسم عيلتي طلع، طيب مين الشهداء، مين اللي راح، مين اللي اجا. طب شازا قولي لي، يعني ما حسيتيش انك في لحظة عايزة تقولي له طب ممكن تمشي انت يا بابا وتروح مكان تاني؟ ما هو ما بينفع، ما الكلمة اللي راح تنحكي لي انه طيب سبت بيتي وسبت اهلي وسبت ناسي وكل حاجة ورحنا، ما فيش مكان في وهروح غزة فين؟ امن. يعني اليوم اقرب حاجة قصفين مدرسة للأونروا. انت عندك كم سنة يا شازا؟ 24. 24. يعني اعتقد ان انتوا ومن وانتوا اطفال بتتعلموا يعني ايه ده مكاننا وده بيتنا، واحنا ما نقدرش نخرج ولا نسيبه، ما نقدرش نسيب مكاننا للعدو، ما نقدرش يعني نقضي على القضية ودي قضيتنا واحنا اللي هندافع عنها ودي ايوه بلدنا. هذا الطبيعي اللي احنا كبرانين عليه اصلا. اغلب الناس اللي موجودين في شمال غزة هم الناس اللي اصلا تهجروا من المستوطنات اللي بتكون على غلاف غزة، زي مثلا القرى زي كوكبة، في قرية اسمها كوكبة الحين هي مستوطنة، انا عائلتي من هناك، فهم تهجروا بالاجبار من ايوه هذاك المكان وراحوا على شمال غزة وسكنوا في المعسكر. بالاجبار، علشان اه بس بالاجبار الشباب الصغير اللي مش يعني مش واصل له الفكره، او كان عنده كلام متداول كده يعني انه مش هم، ده هم اللي مشوا وسابوا المكان ومشوا، لا لا بالإجبار، هو انت كان قدامك خيارين زي ما يا هو تطلع المطلوب المستوى. دلوقتي انه الناس تمشي فبعد كده يتقال ان هم اللي سابوا مكانهم ومشوا. بالضبط، فانت انت هيك ولا هيك يا حتموت يا حتموت، فانت حتسيب البيت وتطلع ولا انت حتخش نخش عليك في بيتك نقتلك ونمشي. بعد الشر عليهم، ربنا يحفظهم يا رب، ربنا قادر يحفظهم جميعا والله، يا رب وقادر ينصرهم ان شاء الله. قولي لي انت، يعني اكيد طبعا من يعني من الحاجات اللي مرت عليكي واللي شفتيها ناس قريبين منك بقى مروا بالتجربة، يعني هي نفس التجربة على فكرة، هو انتظار الموضوع يمكن يكون اصعب من انه يحصل. بالضبط. بس بنشوف مشاهد بجد يعني بنبقى مش عارفين سبحان الله الصبر ده جايبينه منين. يعني لما نشوف الأم اللي بتفقد ابنها الصغير، أو العكس لما نشوف البنت اللي فقدت أمها وهي واقفة قدام عينيها، صعب صعب جدا، مع إن رد الفعل بقى يمكن يكون فوق الخيال فوق الوصف. صح، ده من ان انتوا اصلا يعني من وانتوا زي ما قلنا من وانتوا صغيرين عارفين ده. مظبوط. ربنا هو هي الحاجة اللي بيحكوها دايما هناك وعلى لسان الكل اللي موجودين في غزة، احنا عمرنا ما خسرنا، احنا وين خسرتنا لما صح. احنا نكون شهداء. اللي بده يزعل بالعكس على نفسه، انتوا ازعلوا على نفسكم علشان خاطر لسه في قدامنا موت بعدين حساب وعقاب، اما هم احيانا عند ربهم يرزقون، طبعا فدايما بيحكوا احنا عمرنا ما خسرنا. صحيح صحيح، ولسه هنتقابل كلنا. بس فالله سبحان الله، يعني الله حاطط في قلوبهم صبر يمكن وقوة مش موجودة عند حد من غيرهم لكثير. هو اصل الصبر ده اساسه ايمان ويقين بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ويقين بوعد ربنا سبحانه وتعالى، فعلشان من هنا جاي الصبر، من هنا جاي رد الفعل اللي احنا كلنا بنفتخر بيه وممكن تعجبنا ليه في الاول، او الناس يعني كانت مش قادره يعني تتوقع انه ده يبقى رد الفعل، لكن في الاول وفي الاخر هو في ايمان بربنا كبير قوي، ايمان بالقضيه الفلسطينيه، ايمان بالحق ان هو هيرجع لاصحابه في يوم من الايام اجلا ام عاجلا، وربنا يا رب يقدم النصر باذن الله ويبقى قريب باذن الله، الا ان نصر الله قريب. يا رب. بشكرك يا شذا وببشرك ان شاء الله قريب جدا بالنصر باذن الله، وربنا يحفظ والدك وكل الناس اللي على الاراضي الفلسطينيه، ربنا يحفظهم وربنا يرحم شهدائهم جميعا يا رب، هم احياء عند ربهم يرزقون. ولسه طبعا يعني الموضوع مستمر، ولسه احنا كمان مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده، ولسه عندنا الحاجه سعديه القارئه للقراءات العشر الكبرى والصغرى بعد الفاصل، مكملين مع حضراتكم حلقتنا. Thank you.
اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري. الحقيقه ان احنا يعني يمكن زي ما كنا في حلقات سابقه اتكلمنا على اننا من احسن الحاجات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت انه الناس كلها لجأت لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لجأت للايات القرانيه اللي بتتكلم عن الاحداث يمكن اللي بتمر حوالينا. وطبعا خلينا دايما متفقين على انه القران الكريم هو لكل العصور ولكل الاوقات، فاكيد اكيد لما نمر بحاجه صعبه وحاجه شديده جدا علينا بنرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وندور ايه اللي ممكن يشفي الصدور، ايه اللي ممكن يعني يريحنا يصبرنا يخلينا نحس انه فعلا في حل، في حاجة احنا متأكدين انها هتحصل. وطبعا زي ما كلنا عارفين انه ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر وانه النصر ان شاء الله قريب، والايات في القرآن الكريم كتير جدا. وعلشان كده احنا النهاردة في حلقتنا زي ما احنا كنا متعودين انها بتبقى بناخد جزء من سورة صغيرة من سور القرآن الكريم ونقرأها ونتكلم فيها عنها مع حضراتكم، مع الحاجة سعدية القارئة للقراءات العشر الكبرى والصغرى والأربعة الزائدة اللي برحب بيها في الاستوديو، برحب بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة عادل. لكن احنا النهاردة يعني قلنا نتكلم عن الآيات الدالة على النصر، وده علشان يعني يمكن ناس كتير محتاجة جدا للصبر، محتاجة انها تجدد ثقتها بربنا سبحانه وتعالى ويقينها بالله عز وجل وانه النصر ده قريب. احنا زي ما حضرتك قلتي في الاول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنقول الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده. الكتاب ربنا عز وجل القرآن انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صحيح. القرآن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، يعني القرآن كله عبارة عن الحاجات اللي حصلت في الماضي واللي لسه هتحصل في المستقبل، لأن كلام ربنا عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن فيه أخبار كل شيء من بداية الخلق إلى نهاية الخلق. دي حاجة. الحاجة التانية الجميل في الموضوع زي ما حضرتك قلتي إن إحنا الناس عايزة ترجع لكتاب ربنا عز وجل، عايزين نشوف هو اللي بيحصل ده فعلا موجود في القرآن ولا ده ايه، ولا طب جاء به الكتاب والسنة، ولا اللي بيحصل ده اخرته ايه. احنا جايين النهاردة في عز الأزمة اللي احنا فيها، وعز الابتلاء اللي احنا فيه، وعز الدم والموت والحرق والإبادة، بس احنا بنقول للناس احنا جايين نبشركم. مش عايزين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. صحيح. نصر الله قريب قريب. ربنا عز وجل بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الشرط في إيه؟ والله مع الصابرين. المهم إمتى الوقت، إمتى الساعة، جاي إمتى، مش هيضرني بشيء، جاي الوقت إمتى الله أعلم بيه. أيوة. والعلم ده عند ربنا. بس أنا عندي يقين وعهد وميثاق من الله عز وجل إن في نصر، في نصر. إن في انتصار، في انتصار. في كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. في هزيمة لليهود، في هزيمة لليهود. في سحق لليهود، في سحق لليهود. إمتى؟ الوقت اللي ربنا عايزه. أيوة. وإرادة ربنا صلى الله عليه وسلم، إرادة الله عز وجل اللي هو هيريد بيها، والساعة اللي هو عايزها. المهم مننا إيه؟ الصبر. الصبر صحيح. إن إحنا نصبر، وعندنا بعض الآيات كأنها بتشرح لينا صورة طبيعية إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل. صحيح. وعايزة أقول لحضرتك كمان بداية من اللحظة اللي إحنا فيها ومن اللحظات اللي إحنا فيها، يعني شذا وهي بتكلمني وقالت هم فاكرين إن إحنا خسرانين، إحنا كسبانين. هم كسبوا. حتى لو يعني حتى ال حتى لو فاكرين هم لو الظاهر إن هم اللي قوم عليهم وسحقوهم، وبالعكس ده دول شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. ربنا عز وجل بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل اوعوا احيانا تفتكروا ربنا احنا حتى يزكيهم. ما بنقولش عليهم موتى، هم شهداء، ربنا ينزلهم منزلة الشهداء والصديقين يا والصالحين. رب اللهم امين يا الحسن. رب العالمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الناس دي اللي اشترت الاخره بالدنيا، الناس دي اللي شافت مقعدها في الجنه، الناس دي اللي باعت نفس. ان الله اشترى من المؤمنين المؤمنين انفسهم، هم دول دي تجاره ربنا اللي ما لا تبور. صحيح. ربح البيع، دول الناس اللي باعوا انفسهم لله، باعوا نفسهم لايه؟ هم عايزين جنه، هم مش عايزين دنيا. ايوه، هم لما دخلوا تقول لك انا ابويا هناك قاعد في بيته مش عايز يخرج، مع ان المكان اللي هو فيه لسه ما اتضربش لحد دلوقتي، بس هو مش هيخرج، مش طبعا هيسيبه، مش هيتحرك من مكانه، وعارف انه ممكن القصف يجي في اي وقت. هو دي فئة فعلا فعلا. ايه كمية العقيدة دي، ايه كمية حب الله ده، ايه كمية اليقين اللي عندهم ده، ايه كمية الإيمان اللي راسخ في قلوبهم قبل ما يتحركوا بيه. يعني دي ناس عارفة إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كده كده الإنسان يعني هيموت. احنا لنا، يعني هما كل اللي ماتوا ده وقتهم اللي هيموت فيه، ودي ساعتهم اللي هيموتوا فيها، وده اللحظة اللي ربنا اختار لهم هيموتوا فيها، صحيح كده؟ ده حاجة مفروغ منها، خلاص هما عارفين العقيدة دي. أنا عارف إن أنا يعني هموت، قاعد هنا هموت، قاعد ولو كنت أينما تكونوا يدرككم إدركم الموت ولو ولو كنتم في كنتم في بروج بروج مشيدة. مشيدة. جاي الموت جاي، طب أنا هجري منه أروح فين؟ صح كده؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم. تمام كده؟ فإحنا هم خلاص عندهم عقيدة، أنا هفر من قضاء الله إلى قضاء الله، خلاص. يبقى أنا لما أموت وأنا عارف إن وقت ما تجيني، يعني إحنا مش بنشوف الهدم وبنشوف الإبادة وبنشوف عمارات بحالها بتقع وبتطلعي واحد ميت وجنبي حي. ايوه ليه؟ ربنا عز وجل ده يعيش وده يموت. ودايما. صحيح صح صحيح. كده؟ ما هو لو ربنا عايز والفكرة القادر انه هنا كلهم الانسان يوم مش شايف، مش سايب نفسه ان لا هو يموت. ده هو انا هنا بدافع عن قضيتي، بدافع عن بس ارضي، عن معنى بلدي اللي دي ربنا امرني بيه. دي العقيدة اللي بقول لحضرتك عليها، ده حسن الظن بالله اللي بقول لحضرتك عليها، ده الإيمان فعلا اللي وقر في القلب صحيح وصدقه العمل. صحيح. دول الناس المرابطين، دول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مرابطة. في صبر ومصابرة ومرابطة أكتر من كده. عارفين، محدش عارف أنا مين اللي هيموت النهاردة ومين اللي هي كذا. في حد أعرفه، دكتور أعرفه، مات من عيلته 25، إخواته 25 25 فرد، فاضل من عيلته فاضل هناك ايه من عيلته اصلا؟ ابنه وزوجته وأولاده. بص اليقين بقى بين اللحظة والتانية، أنا مستني تليفون عشان يقولوا لي ابنك. لا حول ولا قوة إلا يعني بالله. هو ايه؟ يعني حتى في القرآن وقاتلوا وقتلوا، في قراءة تانية يقول لك ايه؟ وقتلوا وقاتلوا. فلما دورنا على التفسير يعني ايه وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، وقاتلوا يعني ايه يعني قتلوا؟ ما هم اتقتلوا. قتلوا ماتوا، وقاتلوا ازاي هم ماتوا اتقتلوا وازاي وقتلوا داخلين؟ برضو. قال لك لان هم اصلا مش داخلين يحاربوا عشان ينتصروا، هم عايزين ينتصروا بس عايزين في الاول الشهادة. وما انا داخل الحرب دي مش عشان انا احارب وانا اطلع منها حي، لا انا عايز في الاصل انا عايز الشهاده. ايوه فهم اهل غزه المرابطه بتاعتهم والصبر، هم اللي بيعلمونا الدرس على فكره. على فكره هم اللي انتصروا، واحنا اللي انهزمنا قدام شهوات الدنيا، واحنا اللي متمسكين في الدنيا وخايفين عشان كذا واصل لا. وما باعوا الدنيا بالاخره، هم اشتروا وما عند الله خير هو ممكن وابقى. تكون دي دي إفاقة لينا علشان طبعا ما نموتش واحنا سايبين نفسنا وعشان احنا ما لأي حاجة تانية. نخذلهمش، احنا حتى مش عايزين حتى نخذلهم ولو بالدعاء. يعني احنا بايدينا الريموت، بدوس على الريموت بغير ما بيعجبنيش المنظر ومش عاجبني، بزرار ريموت بقلب القناه مش عايزه اشوف. هم بزرار عليه برضو بيتفجروا وبيموتوا، انهي الاقوى؟ انا ده يلا بس خلاص المناظر تعبتني ومش عايزه اشوف. امال هم يعملوا ايه؟ انهي صبر؟ صبر من الجبال. لا، هي الفكرة مش من إيه، مش في إنه إحنا مش يعني لا الحقيقة، انا يعني أنا بتكلم شايفة إنه الناس مش واصلة لمرحلة أنا بقلب علشان مش عايزة أشوف هي واصلة. بس في ناس أو في شباب مثلا حصل عندهم كده زعزعة، اللي هو لا أنا مش قادر أستحمل إنه ده بيحصل، إنه مفيش إنسانية،
انه الانسانيه اتعدمت في العالم، طبعا ان الشعوب اللي عماله تنادي بالحقوق الانسان، اللي عماله فين تتكلم انتو؟ في كذا، ما بقتش بتتكلم فين دلوقتي. احنا من اطفال، فين وبتساند احنا من اللي بيحصل، يعني بتساند اللي بيحصل وبتساند المجزره والاباده الجماعيه دي. فده يمكن خلى يعني بعض الشباب حاسين انه انا عايز افهم، وده على فكره في مصلحتنا، احنا بنتكلم على عايزين ان نقول لهم يعني أفهم. احنا لو احنا برمود بقلب القناه، هم ما بيخرجوش من اللي هم فيه. صحيح. هم شايفين احنا، ولو احنا شايفينه صوره ده، هم شايفينه فزع وهلع قدام عينيهم. صحيح. ده اللي انا بتكلم فيه، يعني ان قوه الايمان دي والصبر دي كبيرة واطفال صغيرين، ده هم بيعلموهم ان الموت اوعى تخاف منه. فاطفالهم رجاله، فاهماني ازاي؟ ده لا الاطفال طبعا، الاطفال دول وهم حضرتك يعني لو تلاحظي بجد مش كلهم ممكن. شغال على الاطفال والنساء، ما عليه. طب فين حرب رجال؟ ما هو انت لو انت لا، انما هو ربنا قال لا يقاتلونكم جميعا الا ايه؟ من وراء جدر. صحيح. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقلوبهم هم اضعف شتى. ما يكونوا هم اضعف من ان هم يواجهوا. لا، هم ما عندهمش القوة دي. هم خايفين على نفسهم لان هم شارين الدنيا، هم مش شارين الاخرة. صحيح. انما احنا قتلانا وموتنا في الجنة. هم رأوا مقعدهم من الجنة، شاف مكانه فين في الجنة، عرف هو اخرته ايه. انا رايح جنة، يعني اعمل ايه؟ وهي الدنيا، واللي عايشين في الدنيا عملوا فيها ايه؟ واللي باع نفسه للدنيا خدت منها ايه؟ وهي الدنيا كلها بس ايه في الاخر؟ يعني هي في الاخر الانسان بيحس ان هو ما عادش فيها ساعة. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لك مالي ومال الدنيا. انا مالي ومال الدنيا، فكأنما انا رجل ماشي استظل بظل شجرة ثم تركها وراح. ده انا كأن قعدت، الشجرة هي الدنيا، قعدت تحت ظلها شوية وبعدين مشيت. هو خد الشجرة معاه، حتى الشجرة سابها واستظل شوية ومشي. مسافة الظل ده. صحيح. فالقرآن معانا على التليفون مديحة. استاذة حضرتك اهلا بيكي مديحة، ممكن بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. ازيك يا أستاذة، عاملة إيه؟ الله يسلمك يا حبيبتي، الله يكرمك. الحمد لله. بقول لحضرتك عندي سؤال. اتفضلي. ممكن أساعد أولادي بالصدقات اللي أنا بطلعها؟ بمعنى؟ ولاد حضرتك؟ ولادي. ايوه، مالهم بقى؟ تساعديهم ازاي يعني؟ يعني تديهم هم الصدقه؟ صدقات بره، صدقه جاريه بره يعني؟ ايوه، اطلع لاحفادي لاولادي كده يعني. طبعا طبعا، الاقربون اولى طبعا بالمعروف. ربنا يزيدك من فضله. وممكن برضو على زوجي؟ طبعا اكيد. ايوه طبعا، الرسول بيقول الاقربون اولى بالشفعه، وهم اولى. يعني. انت تقصدي حضرتك هي هتتحسب ان انت بتساعديهم، ولا تتحسب صدقه وتاخدي عليها ثواب؟ كله ثواب باذن الله عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو كله هناخد عليه ثواب. كانت صدقه او مساعده. صحيح. ماشي يا حبيبتي، ماشي شكرا. تسلمي، الله يكرمك يا حاجه. ماشي يا حبيبتي، شكرا ليكي. فعندنا في القران لو شفنا سوره الاسراء، ايوه، هنلاقيها بتتكلم عن الموضوع كله من أوله. إحنا بنقرأ فيها الأول، ربنا عز وجل بيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أولا سبحان ده تنزيه وتقديس لله عز وجل. صحيح. سبحانه وتعالى. بس ناخد بالنا الذي أسرى بعبده. واخد بالي من الهاء بتاع بعبده عشان أعوزها تاني. الهاء بتاع عبده كأن العبادة دي أو العبد ده خالص لله عز وجل. هو كل حياته إيه؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. بعبده، ما قالش بالرسول، ما قالش بمحمد، قال سبحان الذي أسرى بعبده. الأصل إيه؟ العبادة. الأصل إن أنا اللجوء لله عز وجل. الأصل. صحيح. عبادة الله عز وجل حق عبادته. هي دي الأصل. أن عشان نرجع لربنا عز وجل لازم نكون عبيد الله عز. مش عبيد كمان، عبادة الله عز وجل. صحيح صحيح، تمام كده. الأصل فيها إن أنا أكون
عبد الله عز وجل، مش عبيد، لا ده أنا المنطقة اللي أعلى، كل الناس بما فيهم الكفار بما فيهم المؤمنون كلهم عبيد لله عز وجل، بس من عباد الله اللي ربنا اختصهم واختارهم لعبادهم. إن شاء الله أخلصه. نعمل حلقة عن عباد الله، لأن بجد الآيات بتاعت عباد الله أيوة دي إلا عباد خطيرة. الله منهم المخلصين، ده الشيطان ما قدرش عليه. وعباد الرحمن الذين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. في شوية صفات في الآيات دي خطيرة. هي ده دول عباد الله عز وجل، اللي هي طاعتهم وكل أحوالهم خالصه لله سبحانه وتعالى. صحيح. فاحنا هنا بس هناخد من عباد الله دي حاجه مهمه قوي، اللي هو احنا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا نعبد ربنا زياده، او نعبد ربنا حق دي اللي عايزه ارجع يعني فيها اشاره يا جماعه، عايز النصر ما ده اللي احنا لسه نعبد ربنا، عايز النصر ماشي، ما انا في يعني انا واعدوا لهم ما استطعتم ماشي، ما هو انا مش هقعد اتواكل، ما خلاص ما ربنا هينصرهم وقت ما ينصرهم وكذا. طب ما كان في غزوه بدر النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ استعد ماشي، ما توكلش على الله. لما راح بدر ونزل ما البئر بدر، فقالوا له أمنزل أنزلك الله أو أمرك الله به؟ قال له إنما أو مشورة، قال له إنها منشورة، هي شورة، أمرهم شورة بينهم. أيوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلوا فعند بئر بدر وصف الصفوف تمام وجهز الجيش، وراح عامل إيه؟ اختلى وصلى لله عز وجل. يبقى أنا عندي هنا منسي الحرب ما نسيتوش عبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل قوية جدا، وبنعمل حاجة في سبيل الله مش بنعمل حاجة غلط، وعبادة الله عز وجل ما نسهوش ان انت لازم تاخد بالاسباب. واعدوا، لما هم اعدوا ربنا عز وجل عمل ايه بقى؟ مدهم ب3000 او ب5000 مسومين او مردفين. دي يا ربنا عز وجل ربنا في مدد من عند الله عز وجل، بس لما احنا نعمل اللي علينا. هل احنا رجعنا عباد الله فعلا حق؟ يعني الفاسد بطل يفسد، المرتشي بطل يرتشي، رجعنا حتى لكتاب ربنا قرأنا. اللي بيعمل حاجه بيتقي ربنا فيها ويعملها صح دي. يعني دي حتى اللي بيعمل حاجه كويسه بيعملها كما يجب الله عز وجل. هل احنا كلنا اما بعمل حاجه انا مش بخايفه من مش عبير ومش خايفه، انا خايفه من ربنا عز وجل. واعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. صحيح. احنا عملنا دي في كل اعمالي، في كل تصرفاتي، في كل احوالي الدنيويه، اتقيت الله عز وجل فيها، اتقيت ربنا في بيتي، في اولادي، بس زوجتي ربي. هي برضو في زوجها واولادها وبيتها. ما احنا هي ده الاساس، التقوى من هنا والعباده من هنا. ما هنا عشان هعبد الله حق عبادته هطلع جيل فعلا عبد الله حق عبادته. صحيح. هطلع جيل فاهم يعني ايه اقصى، فاهم يعني ايه قدس، فاهم يعني ايه فلسطين، فاهم يعني ايه لازم ندافع عن ارضنا، فاهم يعني ايه ان انا لما ارجع لله عز وجل ومتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه، هو ده النصر. ايوه. مش النصر ان انا لا، هم دخلوا علينا بشواغل الدنيا كلها تمام، ولهونا بشواغل الدنيا كلها، بس احنا عايزين يمكن دي الاجيال كانت احنا اللي نفوق كلها بتتخلى عن الاخلاق وعن المبادئ. يعني عارفه بالتدريج كده، لما بقى خلاص كنا فاكرين ان خلاص، ما احنا للاسف يمكن اللي بيحصل ده دلوقتي يفوق كل الاجيال، لان احنا اخذنا منهم الوحش فيهم، احنا بحبنا نقلد، احنا شغالين تقليد بس، انما احنا شفنا ديننا لا، احنا كل العظماء طالعين من ده. تمام. فربنا عز وجل بيقول لنبيه سبحان الذي اسرى بعبده. ناخد بالنا ان حتى رحله الاسراء دي جايه بعد ايه؟ بعد رحله الطائف، وبعد عامل حزن، عامل حزن اللي ماتت فيه السيده خديجه، وبعد الثلاث سنين بتوع شعب عامر، دول كلهم. صحيح. فربنا حب ايه؟ يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه. فكرة الشعب دي برضو على فكرة من الحاجات اللي محتاجين جدا نتكلم عنها الأيام دي تحديدا، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي حاملين الرسالة واللي بيدافعوا عنها، وكمان كان مسلمين وغير المسلمين. طب. من أهل من أهل بني هاشم. اللي هم كانوا عملوا نزلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وراحت قريش حصرتهم يوم اتنين شهر سنة
ثلاث ثلاث سنين من سنين غير ما الرسول نفسه عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه وسلم. وأصحابه يعرفوا هيخلص إمتى، صحيح، هيحصل إيه. صحيح. طب خلاص كده الرسالة هتنتهي. أيوه، وما جالوش، ومع إنه يعني حبيب الله وكانت صلى الله الآيات عليه اللي وسلم. بتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدعو للصبر للصبر في الوقت ده، بس مفيش أي ما حاجة هو ده بتتكلم اللي على اللي هيحصل إيه بالظبط. ما قالوش أنت يعني أما هي شوية كده 3 سنين وبعدين أنا هفك لك الحصار اللي أنت فيه، لأ، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لا هيحصل إيه ولا هم هيعملوا فيك إيه. صحيح. ولا إمتى الحصار ده أي وليمحص الله الذين آمنوا، ده تمحيص. وأطفال كانت جعانة مش طب. لاقية أكل، ولا أمهات عارفة تأكل طب. أولادها، ولا طب. أب عارف يصرف على يعني يأكل، بس صحيح. يسكت الطفل الرضيع الجعان، ولا حد عارف هيحصل إيه، ولا زواج من بره، حصار، ولا أكل، ولا شرب، ولا خروج من حصار المكان، زي اللي احنا فيه، لدرجة زي إن هم اللي أكلوا غزة فيه، ورق الشجر صحيح، لما أكلوا حصل لهم الميتة، تقرحات. صحيح، تمام. يجي في التوقيت ده، فاحنا بنقول يا جماعه بتضيق قوي اسفه، ويجي النصر من عند ربنا بتقريبا حاجه اكلت الصحيفه، يعني بحاجه بسيطه قوي، يعني النصر ده هيجي من عند يعني ربنا. ما ولله جنود السماوات والارض، باختياره هو وحده. يعني اي جند بقى، ما احنا بنقول لله جنود السماوات والارض، انهي جند، انهي كل حاجه في الارض هي جنود الله سبحانه وتعالى. يعني لما يرسل عليهم القرده دي، أيوة، اللي اللي تاكل دي، يعني دي جند من جنود ربنا عز وجل اللي بعتها لهم باقل حاجه، باضعف حاجه، هم ممكن حتى ما يشوفوهاش، بس ربنا نصرهم بيها، زي ما نصر صحيح. النبي بعد كده بالرعب صلى الله عليه وسلم، يعني وقذف في قلوبهم الرعب، ده ما حصلش حرب غير ان هم خافوا وترعبوا، ده برضو جند من أيوة. جنود الله عز وجل. صحيح. فاحنا لله جنود السماوات والارض، احنا عندنا، احنا صدورنا يعني مثلجه زي ما بيقولوا، ومتاكدين وعندنا يقين، والله نصر ان شاء الله، والله نصر باذن الله، والله جنه إن شاء يعني الله. والله يعني يعني اهلا بدنيا، اهلا بليله صباحيتها الجنه، صباحها في الجنه. انا وانا عايزه ايه؟ بنعمل ايه؟ احنا في الدنيا ليه؟ انت في الدنيا شغاله عشان اروح الجنه، المفروض. انا بتعب في الدنيا عشان انا اروح ارتاح في الجنه، يا مش رب انا قاعده يا في رب. الدنيا مرتاحه وجالي عايزه في لا يا جنه الفردوس عملت لها، انت عايزه جنه الفردوس اشتغلت لها، هي دي. ألا إن سلعة الله غالية، غالية دي الجنة، هم عرفوا السلعة دي فهم اشتروها. صحيح، تمام كده، لسه مكملين مع حضرتك، بس هستأذن حضرتك ومشاهدينا ونطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضرتك.